ليس الارتفاع مفردة مرتبطة بدرجات الحرارة أو سعر الصرف فحسب، فالحديث هذه المرة يكون عن ارتفاع غير مسبوق بعدد الحوادث المرورية القاتلة بحسب وزارة التخطيط. ارتفاع في نسبة الحوادث المرورية في عموم المحافظات، حوادث راح ضحيتها أكثر من 3000 شخص بحسب هيئة الإحصاءات والنظم التابعة لوزارة التخطيط، والأسباب في عين المواطن. منح الإجازات بدون سياقات، يعني المفروض تكون هناك ضوابط لمنح الإجازات السوق. سابقا كانت إجازات السوق تمنح بطريقة يعني مو كل شخص يقدر يمتلك إجازة سوق عمومي أو خصوصي أو غيره. أكثر من 6000 حادث مروري توزعت على طرق رئيسة وطرق سريعة في مراكز المدن وضواحيها بعموم العراق، مسببة آلاف حالات الوفاة. إنارة ماكو، يعني من ناحية الطرق أو السير السريع طرق كلها مظلمة، سير جدا يعني اشارات ماكو، اكو تنبيه للسياقه، شغله الموبايل يعني الحوادث اللي قاعد تكثر، استخدام موبايل. نعم اي والله السياقه يعني مو تمام. شو يلتهي السائق؟ سائق يلتهي بتليفونه لو يباوع بالشيء العبري، يعني ما ينتبع الشارع، ما يركز. بيانات رسمية أشارت إلى أن السبب في وقوع الحوادث المميتة دائما ما يكون السائق المقصر الأول فيه، فيما تتباين آراء في المواطنين في تعدد الأسباب بين كثرة عدد العجلات وتجاوزها الطاقة الاستيعابية للشوارع. أحمد مؤيد، يو تي في، بغداد.